محمد الفريح ذكر في كتابه النهر الجاري، يقول بأن رجل يرى في المنام رقم هاتف واسم فلان خذه إلى العمرة، وتتكرر رؤيا 3 أيام. فيسأل أحد المعبرين فقال اتصل، يقول فاتصلت على الرقم، بعد ما اتصلت نفس الاسم فلان، قال نعم، قال والله أنا رأيت رؤيا ورأيت رقمك وأسمع كان أحد يقول خذه إلى العمرة، فقلت يمكنه إنسان صالح ولا يستطيع الذهاب للعمرة، فأخذت الوصف وانطلقت إليه، وعندما فتح الباب ورأيته لم أصدق، إنسان عادي، شخص عادي، فأخذته للعمرة. قال في نفس اليوم ترجعني، تعيدني إلى أهلي في نفس اليوم، تبشر. ذهبت وياه للعمرة، لبس الإحرام، اغتسل في الميقات، لبس الإحرام، طاف 7 أشواط الصفا والمروة، انتهينا، أحل الإحرام، لبس الثياب وخرجوا من مكة. قال الرجل أتمنى أرجع ثانية مرة المكة. قال لما؟ قال أصلي لله 2 ركعات. سبحان الله. يقول فرجعنا، يقول فصلى 2 ركعات، الركعة الأولى ركع سجد قام، ركع سجد، فكانت السجدة الأخيرة، مات وهو ساجد أمام الكعبة. يقول الشيخ بعد العزة سألت أهله في عمل يمكن نسويه بينهم وبين الله، يا أخواني إحنا ما ندري في العمل يدخلنا الجنة، ما ندري وش العمل يدخلنا الجنة، نسأل الله أن يحسن لنا لكم الختام، قولوا آمين يا أخواني. ما ندري، يمكن تعطي قطوة، قط تعطيه ماء فيطر لك الله، ما تدري، تعطي عامل مسكين ريال فيرفع الله درجاتك عنده، ما تدري، ما ندري، قد ابتسامة يدخل إنسان الإسلام، ما تدري أنت، ما ندري. فيقول سألت أهله، قالوا جارتنا أرملة مات زوجها وعندها أولاد صغار، زوجي ما يتعشى حتى تأكل هذه المرأة، فإذا تعشى وتعشى فيعطيهم، فكانت المرأة الكبيرة هذه تقول قل آمين، أسأل الله أن يحسن خاتمتك، أسأل الله أن يحسن خاتمتك. فأرسل الله من أخرجه من بيته ويغتسل في الميقات ويطوف 7 أشواط ويسعى ويقبض روحه ساجد في بيته. الله لطيف بعباده، الله رحيم، الله ودود، الله كريم، فلا تقنط من رحمة الله. اللي أخرجك من بيتك وأتى بك إلى بيته لتركع وتسجد لا تقنط من رحمته، وأحسن الظن به فهو أرحم الراحمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا اليوم أيها الإخوة الكرام فلنجعله يوم جديد مع رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده. فإذا جعلناه جديد مع الله عز وجل كيف تكون حياتنا؟ سعيدة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الذي يرانا الآن ويسمع دعاءنا ألا ينفك جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا في جميع الأمور، اللهم قر أعيننا بصلاح أولادنا وصلاح زوجاتنا وصلاح بنياتنا، يا رب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأبصارنا من الخيانة. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان وفي هذا المسجد أحب البقاع إليك، لا نخرج مع هذه الأبواب إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم إن كان عليه دينا اللهم اقض دينه، اللهم إن كان مريضا اللهم اشفه وعافه، اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. يا ذا الجلال والإكرام، شكر الله.